اوكي تشغل الإناية بتاعتك اعمل الشير العزيز. هاي دقايق بس. اوكي شايفين ناس دخلوا معانا. هاي دي الناس مجموعة البيانات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، وبمبادرة من الأخوة الصديق الباشمهندس تامر سليمان، في مبادرة لجمع البيانات وإتاحتها عبر موقع الباحثين السودانيين. أي بيانات إحصائية في المجالات التخصصية البحثية من علوم اقتصاد، هندسة، كيمياء، علوم طبية، بغرض التجميع بتاع البيانات دي وإتاحتها للجميع في موقع الباحثين السودانيين. في ناس كتار جدا في الباحثين السودانيين بيجون الآن يقول لك يا أخي والله عندي بحث، ده سيرفي، السيرفي ده دار أعمله عشان إنه أكمل بيه الدراسة بتاعتي. أول ما كمل الدراسة وهو طبعا جمع بيانات يعني من الناس الريسبوندنس للسيرفي، بقى طوالي بعد ما بديها لزول تاني. فبالتالي في كميه بتاعت مجموعات يعني بيانات مجمعه وكده، والبيانات دي ممكن الناس يستفيد منها جميعا، ما هي اتجمعت قبل كده، فانت استخدمتها لبحثك في مجال اجتماعي ممكن تتاح في مجال اقتصادي ولا غيره. فالزول الليد في البروجكت ده اللي هو تامر سليمان، تامر صديق ومن الكوفاوندرز عن الباحثين السودانيين، وهو مهندس الكترونيكس، عمل ماجستير في جامعه جونز هوبكنز في الولايات المتحده الامريكيه في الكمبيوتر ساينس، وحاليا هو بي اتش دي كانديديت من جامعه جونز هوبكنز، مشى لجامعه جورج ميسون في الولايات المتحده الامريكيه، وان شاء الله هيطلعنا على المشروع ويورينا شنو الفوائد بتاعته وشنو المطلوب منه والى اخره. فاتفضل يا باشمهندس تامر، ممكن تعمل شير سكرين والستريمنج الان في الباحثين السودانيين. نرحب بالجميع المهتمين بالموضوع من الزملاء والزميلات في مجالات الديتا بصوره عامه. تفضل يا تامر. طيب شكرا لك دكتور انور. انا هعمل شير للسكرين عشان نبدا البرزنتيشن. هتشغل الكاميرا بتاعتك بس ولا؟ احاول اوكي تمام، تفضل. انا شغال باللابتوب. تدي برضو انترودكشن عن نفسك اكتر. ايوه الشاشه بتاعتي ظاهره. نعم احنا واضح، نحاول نتاكد من الحاجات دي. واضح اي نعم. اوكي طيب البرزنتيشن هو ظاهر صح؟ نعم ظهر البرزنتيشن. نعم اوكي طيب شكرا لك دكتور انور على المقدمه الجميله. بسم الله والسلام عليكم وتحياتي لكل المتابعين لمجموعه الباحثين السودانيين وكل المشرفين والمتطوعين الموجودين يعني وكواليس كواليس وكل من ساهم لغايه ما بقي الجروب والصفحه عندنا العدد الكبير من المتابعين والشغوفين بالمعرفه والبحث العلمي والتعلم واكتساب مهارات جديده. طيب قبل ما ابدا البرزنتيشن والمشروع بتاعنا الليله انا احب اعرفكم اولا. الصوت بقى بعيد شويه. اوكي انا احب انا اعرفكم عن نفسي كده. كيف الصوت؟ صوتك بقى بعيد شويه يا تامر. اوكي كده كيف الصوت؟ طيب هاي كده احسن، تفضل. اوكي طيب قبل ما ابدا اقدم الموضوع احب اعرفكم بنفسي. طبعا الصورة دي شوية قديمة لكن فيها كرافتة وظريفة عشان كده نحن خاتمنا. أنا تامر بشرى سليمان، ولدت في الخرطوم السودان ومقيم حاليا في الكويت بين الكويت والولايات المتحدة لظروف العمل. هكون موجود في الكويت أكثر حاجة. من الناحية المهنية أنا أعمل حاليا مع شركة أمريكية متخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتخصص في الشبكات والامن السيبراني. تخصصي معاهم كان في مجال الامن السيبراني. خلال وجودي يعني في الولايات المتحده انا كنت سعيد الحظ بالعمل في الكثير من الشركات الكبيره في العديد من المجالات الهندسيه ومن ثم بعدها التكنولوجيه. شويه شويه خلال السنين وجدت انه شغفي في مجال التكنولوجيا يعني طغى على حبي للمجال بتاع الحاجات الهندسيه، فشوي شوي انسحبت رويدا من المجال الهندسي للمجال التكنولوجي.
من الناحية الأكاديمية أو الدراسية، أنا حاليا بي اتش دي كانديديت في جامعة جورج ميسون، قبلها كنت في جونز هوبكنز في مجال الكمبيوتيشنال داتا ساينس اند انفورماتكس. وقبلها تحصلت على الماجستير في هندسة الحاسوب والكهرباء في جامعة جون هوبكنز اللي هي برضه في الولايات المتحدة. البكالوريوس درست في السودان في الهندسة الكهربائية في جامعة السودان. من الناحية التطوعية، أنا شاركت في الكثير من المبادرات التطوعية إذا كو فاوندر أو مشارك أو متطوع، ولي الشرف في خلال مسيرتي إني تعرفت على كثير من الشباب الطيبين المليئين بالطاقة والخير والحب والعطاء لمساعدة الناس من غير مقابل. أذكر من هذه المبادرات يعني نفير، كنت مع أنور فيها، وتيركس خرطوم اللي هو كان المنظم لها الأورجنايزر، ومبادرة الباحثين السودانيين، وشاركت في دليل لتقديم الجامعات وسكتة وغيرها من المبادرات الجميلة لخدمة الناس في السودان. اهتماماتي البحثية بتتلخص في مجال الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وعلوم البيانات. أنا بحب طبعا بالنسبة للهوايات ممارسة الرسم والرياضة في وقت الفراغ، وإذا أحببت التواصل معي الإيميل والتويتر هاندل والجيت هاب واللينكدين موجودين هنا، يعني ممكن تضيفوني فيهم يعني. طيب قبل ما أتكلم عن المشروع، نحن بصدد الليلة، أنا حابب أتكلم في نقطة مهمة أنا شايف إنها أساسية بتساعد على التعبير يعني، أو تكون كمدخل في التعبير عن فائدة المشروع بحد نفسه، اللي جزء منها هي تقريبا الجزء الاول منها يتكلم عنه انور، اللي هو انه كثير من الباحثين اللي بيكونوا موجودين في الجروب بيظهروا بوست وبيطلبوا بيانات اذا كانت سيرفي اذا كانت غيرها، وبعد يعني ما ياخذوا البيانات ثاني ما بنسمع يعني عنهم اي حاجه يعني. الحاجه الثانيه طبعا هي الجزء بتاع المعوقات اللي هي بتواجه التعليم طبعا في السودان، انه كدوله ناميه صغيره غير مستقره طبعا سياسيا اقتصاديا، والقصور الموجود طبعا الحاصل اللي احنا كلنا شايفينه نتيجه للمشاكل المزمنه نتيجه للمعوقات دي كلها. مبادره المباحثين السودانيين في السابق دعت الكثير من المتخصصين لمناقشه هذه المشاكل يعني. أنا أذكر منها طبعا كانت مقالة ومحاضرة الدكتور هشام يوسف حسن عن مشاكل البحث العلمي في السودان والخروج من المأزق. أنا بتمنى إنكم كلكم برضو ترجعوا للمحاضرة دي، موجودة هي في الجروب أو اليوتيوب، وتقروا برضو المقالة الموجودة اللي هو اتكلم بإيجاز جميل جدا غير مخل عن إنه معاناة الخريجة ريم اللي هي دي طبعا من الحاجات اللي انا اذكرها واخذتها كمثال برضو، انه درت دي بدات تدرس الماجستير في سرطان الثدي، ونحن عارفين ان المشكله دي موجوده في السودان والمشاكل المتعلقه بها يعني، بدا من بوجود انه هي تلقى مشرف متخصص في المجال اللي هي عاوزاه لغايه ما تصل للمناطق المستهدفه، بالاضافه لانه كيف تلقى الموافقات والبيانات اللي هي مطلوبه إذا كان من وزارة الصحة أو إذا كان من أي مكان آخر يعني. فنحن في مشروعنا ده اللي هو إنه نحن عاوزين نتمنى إنه نقوم ب نقوله بيرمي حجر في المياه الراكدة، لأنه نحن نقوم نجمع البيانات والمجموعات البيانات اللي استخدمت إذا كان في ريسيرش أو الممكن تستخدم في بحوث، لنساعد الكثيرين على إنه إيجاد المعلومة وتوفرها، بالإضافة لأنه تشجيعهم للإنخراط في البحث العلمي، سواء عن إنه يكتبوا تقارير علمية أو اختيار أو اختاروا وشوفوا المشاكل الموجودة وحللوها، أو يقوموا بدراسة الظواهر الموجودة في المجتمع عن طريق البحث العلمي. البيانات ما بس بتكون هي موجوده للباحثين او مفترض تكون متوفره، البيانات بيستفيد منها كل شخص اذا كانوا طلبه اذا كانوا سياسيين اذا كانوا صحفيين او غيرهم، لانه
البيانات هي المعلومات، هي المادة الأساسية لأي بحث أو لأي شيء، يعني مشكلة يمكن دراستها. طيب دي المقدمة. بعد المقدمة الطويلة دي طبعا أنا أحاول إنه أبدأ البرزنتيشن. أول شيء طبعا عندنا الرود ماب للبرزنتيشن، أحاول ما أطول فيها. تكلمت عن نفسي، بعدين هنتكلم عن البيانات ومجموعة البيانات بصورة مختصرة. من ثم انا هعرج على بعض المشاكل اللي هي ممكن يعني حلها توفر البيانات المختصه للبحث العلمي وغيره، ومن ثم يعني انا هقوم استعرض يعني بعض الداتا سيت ريبوزيتوريز او المواقع المهمه والبوابات للبيانات المعروفه اللي بتحتوي على بيانات، مجموعه بيانات. ومن بعدها هتكلم عن الـ البيانات في السودان ك يعني كاكزامبل مثلا، وانها هتكلم على طريقه ممكن الباحث كيف انه الشخص اللي عنده بيانات وعنده بحث او ممكن يرسلها لنا، والكرايتيريا هي شنو، بالاضافه لانه رابط المجموعه اللي احنا عملناها تكون جزء من مجموعه الباحثين السودانيين. يعني هنا عمل برضه مجموعه فرعيه عشان الناس يقدروا تكون متخصصه والناس تقدر تشارك فيها وتتصل بمشرفين المجموعه يعني. طيب الداتا والداتا سيتس، يعني البيانات طبعا هي موجوده في حولنا في كل مكان باختصار شديد، لكن السؤال اللي هو يعني مهم هو هل كل البيانات متاحه؟ هل يمكن الوصول لها اليها؟ طبعا دي هي الكثير طبعا من الباحثين زي ما احنا ذكرنا في المقدمه الطويله انه واجه الكثير من الصعوبات والمشاكل في انه تحصل على البيانات والبحث بمصادرها، بالذات اذا كنت في دوله ناميه لاسباب كثيره، يعني هي ممكن تكون سياسيه، ممكن تكون امنيه، ممكن تكون جغرافيه، ممكن تكون تتطلب موافقات بتاعت ناس الى اخره. ففي كثير من الباحثين بيواجهوا الكثير من المشاكل والصعوبات يعني في البحث عنها وفي رحلتهم العلميه والبحثيه والصحفيه الى اخره، بعد ما هم طبعا يكونوا حددوا المشكله بصوره واضحه. من هنا نشات الحوجه طبعا يعني لتجميع البيانات وتصنيفها بالذات اذا كان في السودان، وانشاء مستودعات تقريبا رقميه لها. يعني احنا نلقى كل المستودعات، يعني مستودع واحد ما بيكفي يعني. وحنعرض طبعا فيما بعد بعض الامثله للمستودعات الرقميه. يعني البيانات طبعا ممكن تتقسم، انا يعني دي شويه كده literature انه structure او مهيكله او منظمه. دي البيانات اللي ممكن الشخص انه بسهوله هي بتكون منظمه وممكن الواحد يبحث فيها يلقى فيها المعلومه بسهوله، وبيانات بتكون مصنفه ومنظمه. في بيانات غير مصنفه ومنظمه او صعب البحث في داخلها بسهوله، اللي هي مثل الصور والفيديو وكده، يعني اللي محتاجه شويه work او شغل. في حاجه برضه سيمي ستراكشر اللي هي مثلا الصور اللي بتحتوي على مثلا الجيو لوكيشن او البيانات الخاصه بالموقع بتاعها او منو عملها او الى اخره، دي بتكون في ضمن الميتا داتا بتاعت الصور ذاتها او الفايل ذاته، دي ممكن الواحد يبحث عنها. عشان كده سيمي ستراكشر او شبه منظمه او شبه مصنفه او مهيكله. طيب نجي للحاجه الاساسيه اللي هي الداتا سيتس او مجموعات البيانات، يعني احاول انه تدل ترجمه للحاجه دي. دي المصطلح طبعا بيستخدم بصوره كبيره طبعا انه اشاره انه للبيانات مثلا انه هي موجوده في مجموعه من الجداول، يعني مرابطه مع بعض وعندها صله مع بعض، او هي برضه ممكن تكون هي ملفات منسقه او مع بعض، او ملف مثلا، او حتى يكون بس جدول يعني فيه بيانات معينه، اذا كانت عمر اعمار بتاعت ناس، او اذا كانت اطوالهم، اذا كانت وزنهم الى اخره على سبيل المثال. ودي تتوافق مثلا مع يعني تكون تجربه او حاجه معينه او حدث معين او شيء معين يعني. والقيم اللي موجوده في الداتا سيت ممكن تكون متغيره، يعني ممكن يكون في جدول للقيم الرقميه، ممكن يكون في جدول اخر للقيم اللي فيها مصنفه مثلا كاتيجورايز يعني، او كاتيجوري اذا كانت ميل او فيميل مثلا، يعني ممكن تكون موجوده في جدول بتاع داتا سيت الى اخره.
فدي مقدمة عن الداتا سيتس. يعني مثلا كإكزامبلز، مثلا عندنا دي أنا مثلا إكزامبلز من الداتا سيتس، يعني اللي هو لقيتها في واحد في موقع بتاع جرافيا أب، والثاني في داتا سيت دبليو ار اي. واحد داتا سيت تقريبا للماوس تيشو اكسبريشن، عشان ممكن التيشو اكسبريشن او الانسجه بتاعت الفار ممكن تتعامل في شكل بيانات وتقوم تتصنف وتتعامل في شكل جراف بالشكل اللي احنا شايفينه، اللي هو عن طريق استخدام الجين اكسبريشن او التعبير الجيني بتاع التيشو ذاتها او الانسجه ذاتها. طبعا انا ما انسان متخصص في البيولوجي، لكن دي مثال يعني ممكن تتعامل عنها عن طريق البرمجه. الحاجه الثانيه اللي هو مثلا ناس يكونوا قريبين لها بسبب القطاعات بتاعت الكهرباء، الجلوبال باور بلان مثلا داتا سيت. يعني دي داتا سيت موجوده في الموقع بتاع ال WRI، هي اوبن سورس، ويعني بتحتوي على 35,000 بيانات للباور بلانتس من 167 دولة، فيها الطاقة المنتجة، نوع بيستخدم شنو لإنتاج الكهرباء إلى آخره. يعني هم بيشاركوا الكهرباء مع دولة أخرى إلى آخره، يعني إلى آخره من البيانات، يعني التوزيع بتاعها إلى آخره. فده إكزامبل. نجي نتكلم عن المستودعات الرقمية المعروفة والمشهورة لمجموعات البيانات. وأنا يعني بحكم تخصص الناس، أنا متأكد إنه بيكونوا مروا على واحدة أو اثنين فيها على حسب التخصص. يعني من المستودعات الرقمية المشهورة اللي هي بتاعت الذكاء الصناعي وتعلم الآلة، اللي هي UCI بتاعت University of California، وكيجل داتابيس مثلا برضو بتحتوي يعني مجموعات بيانات كبيره جدا لابحاث الذكاء الاصطناعي. ومعظم يعني دي يعني معظم البيانات الموجوده هي موثوقه وتظهر في بير ريفيو جورنالز. والبيانات الموجوده هي لعبت يعني دور كبير جدا في تطور علوم الذكاء الاصطناعي، وهي معلومات ده مجموعة بيانات ذات قيمة وجودة عالية يعني. والموقع طبعا بتاع الـ UCI اللي من زمان ما ذكرته، في ضمن موقع University of California في إيرفين في الولايات المتحدة. الموقع الثاني اللي هو جوجل داتا سيت سيرش، ده برضه يعني جوجل بحكم إنها هي سيرش إنجن المعروف المشهور، يعني يحتوي برضه عمله ريبوزيتوري أو مستودع بيانات لكثير من البيانات لمعظم التصنيفات. الموقع الثالث والرابع اللي هو الحكومات. معظم الناس ما بيعرفوا انه الولايات المتحده كحكومه طبعا بيانات كثيره موجوده في موقع مسماه data.gov، يعني من مرتبات الناس اللي شغالين في الحكومه الى المؤشرات الاقتصاديه الى اخره. طبعا معظمها حاجات ما سنسيتيف، يعني بتاثر على الدوله، لكن هي بيانات بتدي الناس الفرصه انه يقدروا يحللوا المؤشرات الاقتصاديه، مؤشرات الفقر الى اخره، التنمويه، الزراعه الى اخره، الاستثمار. فدي مهمه جدا يعني، مهمه جدا يعني ان هم يتيحوها يعني. في برضه اليونايتد نيشن، الامم المتحده عندها داتا ريبوزيتوري، وفي واحد برضه ده كان فيري انترستنج بالنسبه لي اللي هو اسمه شم بي ال، اللي هو ده دي قاعده طبعا بيانات حيويه للمواد الكيميائيه اللي بتحمل يعني الادويه، وتحمل بيانات مثلا لمعلومات كيميائيه بتستخدم لاكتشافات الادويه وتحليل اثار الادويه على الامراض او الفيروسات وتجاربها. فده كان فيري انترستنج يعني، او كان حاجه جميل جدا ان الواحد يتعرف على موقع زي ده، يعني انه انت ممكن فعلا تستخدم برنامج بتاع بايثون عشان انت تكتشف دواء او تشوف اثر الادويه على الفيروسات او الى اخره، او تجراف الحاجه دي يعني، او تضعها في شكل انه الناس كلها تفهمها يعني. في برضه الموقع الثالث اسمه جين بانك، اللي هو بيحتوي على ده بتستضيفه مؤسسه البحث القومي للصحه الامريكيه، وفيه مجموعه بيانات بتاع قاعدة الحمض النووي يعني، وبتحتوي برضه على خريطة الجينات بتاعت الموروث الإنساني،
الفيروسات، مجموعة بيانات عن الفيروسات، عن الجينات المسرطنة، يعني أشياء، يعني حاجة كبيرة جدا يعني موجودة هناك، يعني كلها متاحة يعني في المكتبة الرقمية دي. أو معظم المعلومات الحيوية، يعني معظم الناس ممكن احتمال يكونوا ما عارفين، ممكن يعني استخدام لغة بايثون أو أي تول ثانية إنه تتعامل معاها وتحللها. فدي حاجة جميلة جدا، يعني العلم متاحة للناس. يعني بعد ما عرضنا الحاجة دي، احنا طبعا عرضنا المشروع عشان احنا بنحاول نحل المشاكل. يعني فما هي المشاكل اللي احنا بنحاول ايجاد حلول ليها؟ يعني المشاكل اللي احنا بنحاول ايجاد حلول ليها هي المشاكل اللي هي ممكن تحلها توفر البيانات. وممكن احنا نلخصها في النقاط الخمسة اللي شايفينها الآتية. المشاكل الكبيرة المؤثرة، ما بس على البرامج البحثية بل برضو على مقدرة المنظمات الإنسانية الخيرية، الإدارات الحكومية الخيرة في التطوير، في محاربة الفساد، في الجريمة، في إيصال المعونات الإنسانية، المساهمة الفعالة في التنمية. إنه عدم وجود مصادر موثوقة وبيانات متاحة، بالإضافة لأنه صعوبة الوصول لها لأي سبب من الأسباب. يعني الـ data availability, reliability and accessibility دي سببت بسبب الحاجة دي، يعني في مشاكل كثيرة بتحصل للوصول للناس المحتاجين المعونات أو التنمية إلى آخره. يعني ف very important انه تكون الداتا مثلا هي available and reliable و accessible. الحاجه الثانيه هي ان احنا بالمشروع ده بنساهم او بنشجع على التطوير والبحث العلمي، وبنشجع برضه على النقاش المجتمعي اللي هو بيكون فيه فائده، يعني بترجع يعني على المجتمع، يعني من استخدام البيانات دي إذا كان عندهم مشكلة ويكون عندهم البيانات الموثوقة عشان يصلوا لحل في المشاكل دي. من ناحية أكاديمية طبعا، دي وجود البيانات وإتاحتها بتحسن نوعية وعدد الفرص المنشورة. كثير من الطلبات بتكون موجودة لأنه والله أنا ما لاقي الحاجة دي، ما لاقي البيانات دي، من وين ألاقيها؟ ممكن زول يوريني، أنا أتواصل مع منو في هيئة الإحصاء أو غيره. يعني فدي حاجة بتساعد على إنه تحسين عدد نوعية البحوث والمنشورات من الطلبة والباحثين، وحتى الباحثين يعني عن الحقيقة، يعني إذا كانوا صحفيين أو غيره. الحاجة الرابعة اللي هي إنه مساهم بتقديم إنه مؤشرات للمشاكل وربما حلول للمشاكل الموجودة، تقريبا في حلول المشاكل الموجودة في المجتمع عن طريق استخدام البيانات. الجزء الأخير هو يعني اللي هو إنه نسمح للباحثين اللي هم إذا كانوا في الباحثين السودانيين أو غيرهم إنه يعرضوا بحوثهم ويقيسوا يعني مقدار تأثيرها على المجتمع، يعني عن طريق البيانات دي. يعني هل البحوث دي فعلا كان لها إمباكت على المجتمع؟ هل فعلا كان عندها فائدة؟ هل البيانات المنتجة دي أصلا يعني فيها فائدة؟ فدي حاجة برضو مهمة جدا المشاكل. بالنسبة للبيانات بتاعت السودان، أنا عملت سيرش سريع كده للبيانات الموجودة في اليونيسيف واليوين، احتمال أنا أكون مايت مس حاجة هنا ولا كده، لكن لاحظت إنه اليونيسيف واليوين واليو إن دي بي تقريبا هم مور كونسيرند، إنه يعني هم مهتمين أكثر عن المشاكل المؤشرات الاقتصادية والقضايا بتاعت صحة الطفل والتعليم ومحاولة المحافظة على المنشآت التاريخية وتقديم المساعدات الإنسانية والمعونات والتنمية المجتمعية. وهم برضو بيلاقوا مشاكل، يعني كثير من الأوقات كاتبينها في الموقع بتاعهم إنه لاقيين مشاكل كثيرة، إنه كيف تحصلوا على البيانات من الوزارات والمنظمات الحكومية وبأي سبب آخر نتيجة للنزاعات الموجودة طبعا لعدم الاستقرار السياسي. الورد بانك طبعا، البنك الدولي كل الناس بتعرفه، هو مركز اكثر على المؤشرات الاقتصاديه ومؤشرات الفقر
والمؤشرات المالية الموجودة في المجتمع. الثالث اللي هو عن السودان، اللي هو لقيت حاجة يعني شوية كده متخصصة وكفر يعني أو بتغطي يعني كثير من السيكتورات أو الدومينز أو المجالات. هو Open Data for Africa، واضح إنها هي منظمة، لكن آخر أبديت ليها هي كان من لبعض البيانات كان 2006 وبيانات أخرى كان من 2009. بتغطي يعني معظم البيانات لكن لا depth، يعني أشياء بسيطة من كل مجال يعني. يعني إذا كان في الصحة مثلا عدد مثلا المرضى في منطقة معينة لكن ما كل المناطق مثلا، ففي أشياء ناقصة يعني. بالإضافة إنها من 2009 يعني، دي 2022 يعني، يعني that's a long time ago يعني. المؤسسة اللي أنا يعني رابط يعني البيانات اللي بتمشي لكل المنظمات دي، أنا لاحظت كثير من الأوقات بتصهر اسم السنترال بيرو اوف ستاتستكس في السودان، يعني الإحصاء وزارة الإحصاء دي موجودة يعني في معظم السورسز للبيانات بتاعت المنظمات الإنسانية دي أو غيرها. ويعني كمنظمة الموقع بتاعها ما شغال، بالإضافة لأنه حتى ما عندها صفحة في الويكيبيديا، فده شيء يعني مؤسف جدا يعني. لو أي شخص بيعرف السبب شنو يعني ممكن برضه يعمل بوست في الجروب يعني ليه المشكلة دي. فمعظم المنظمات دي تقريبا بتتواصل مع عندهم أوفيسز أو عندهم مكاتب هنا بتقدم تقريبا احتمال يكون عندها سورس بتاع انكم او دعم او كده عشان تتحصل على المعلومات دي يعني بصوره ما او باخرى، او بيكون عندهم ناس يمشوا بيجمعوا المعلومات دي بنفسهم عن طريق يعني مساعده الناس السي بي اس. فلو في اي زول عارف معلومه عنهم الناس دي وين، لانه صعب الوصول اليهم يعني. طيب الـ submission instructions and guidelines، يعني how do I submit my dataset file؟ دي البارامترز او دي الحاجات الاساسيه المفترض تكون موجوده في الداتا سيت فايلز بتاعتك، لو حبيت تراسلنا او ترسلها لينا عشان الناس تكون متاحه للجروب، اللي هو الداتا سيت نيم، اسم الداتا سيت بتاعتك، الديسكربشن ادينا فكره عنها، سورس شنو يعني، لازم تكون انت عندك كل البرميشن عشان انت ترسل لنا الداتا سيت دي، كيف انت حصلت على الداتا سيت دي، كيف او عملت جنريشن او الداتا دي جات من وين، انت الداتا سيت دي مستهدفه اي ميجور او اي دومينز مثلا، متين اتعملت مثلا، هل انت بتوافق ان الناس يضعوها في موقع زي الفيسبوك او موقع الباحثين السودانيين اللي هيكون ببلش قريب او هيكون اونلاين قريب، او هل في بحوث او ورقات او تقارير كانت ضمن يعني كانت ضمن الداتا سيت دي او استخدمتها او هي استخدمت في التقارير دي او البحوث. التارجت دومينز هو طبعا اللي هو معروف كل الحاجه اللي بتاثر على الناس، اذا كان هيلث كير، اذا كان اديوكيشن، اذا كان اجريكلتشر، اذا كان ايكونومكس الى اخره. يعني انا مذكر كان في ايام كوفيد مشاكل بعد كوفيد، وكان في كثير من المبادرات التطوعيه الناس يعني كانوا تعبوا شديد عشان تحصل على عدد المستشفيات معلومات عن المستشفيات الموجوده في السودان، فده يعني ده شيء مؤسف جدا يعني. الكرايتيريا داتا سيت يعني طبعا بي ريفيو، يكون نشوف بعض الناس المتخصصين والمشرفين يكونوا موجودين معانا عندهم، ويكون عملوا ريفيو لكل الداتا سيت. الداتا سيت حيكون سبميتد يعني حيتنشر على موقع الباحثين السودانيين او الجروب، ممكن تتناقش من الناس طبعا وتكون يعني مفيده للناس يعني. السبمشن لازم يكون فولو السبمشن جايد لاينز اللي هو احنا ذكرناه في الاول. اي كود مثلا استخدمته مثلا الزول عشان تجنريت او تعمل الداتا سيت دي لازم برضه اتاش عشان احنا نتاكد منه.
دي مثلا مثال على السبمشن مثلا اللي هو مثلا الداتا سيت نيم السورس الكولكشن الى اخره كريشن ديت الى اخره، وده مثال على الحاجه دي. اخيرا يعني قبل ما انهي البرزنتيشن، الداتا سيتس او مجموعات البيانات ما بس بتستخدم للباحثين فقط، هي ممكن تستخدم للطلبة الباحثين عن المعرفة، الصحفيين، الباحثين الأكاديميين، العلماء، وأي شخص يعني يحب إنه يتعلم أو يعرف حاجة يعني. فهي ما بس فكرة على الناس الأكاديميين يعني. الداتا سيتس اللي هو لو دارين نرسل الداتا سيتس ممكن تترسل للجروب بتاع الجروب ايميل، هي اسف جروب الجروب ايميل هو srfidata@gmail.com، او ممكن تترسل للمين ايميل بتاع السودانيز ريسيرشرز اللي هو sudan.researcher@gmail.com، والسبجكت ممكن يكون عشان نميز لانه بيجيني ايميلات كثيره srf data set initiative. والجروب يعني فوق لو في اي جروب ثاني برضه ممكن الناس تشيروا عشان نشوفه اذا كان في جروب سوداني او كده، فهو srf data. طيب شكرا جزيلا، أشكركم يعني على متابعة التقديم واهتمامكم بالمشروع، ولو أو في أي سؤال عن أي جزء من المشروع أو التقديم ممكن يعني مراسلتي أو إيميل الخاص اللي وضعته في الأول، أو إيميل المشروع أو التويتر أو إيميل مبادرة الباحثين، وأتمنى إنه نلتقي مرة أخرى في مشروع آخر، وأتمنى إنه تنضموا لصفحة المشروع في الفيديو. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لك يا أنور. ممكن تاخذ طيب شكرا جزيلا باشمهندس تامر، يعني ده مشروع رائع جدا صراحه وطال انتظاره، يعني بعد 12 سنه في مجموعه الباحثين السودانيين، احنا في السنه 13 الان. لاحظنا طبعا كميه بتاعت سيرفيز جات مره في المجموعه، ونحن طبعا الهدف بتاعنا الاساسي من مجموعه الباحثين السودانيين اللي هو انشاء فهرس للباحثين السودانيين وبحوثهم. فأي زول بيتخرج بكريوس ماجستير دكتوراه بندعيه انه يجي يقدم البحث بتاعه ويوري الناس هو عمل شنو عمله كيف، فبالتالي البيانات ممكن الناس تسأل منها. فلقينا نفسنا كل مره يا اخواننا بنمرر سيرفي والناس بتعمل البحث بتاعها بتاخد درجات العلميه وتاني ما بتظهر ما بتجي راجعه. وفي طبعا ظاهره معروفه عند كل الناس اللي بيشتغلوا في الكمبيوتر ساينسز اسمها الداتابيس هاجينج، يعني ما تمشي اي دائره حكوميه ولا كده تقول لهم اخوانا ادوني بيانات انا عندي بحث، بيقول لك ما عندنا، او تعال بكره، او الشبكه طاشه، او غيرها من الاعذار السلسله الطويله اللي هي ما بتسمح للناس انه يستفيدوا من البيانات او يعيدوا استخدام نفس البيانات اللي تم توليدها من بحث علمي قبل كده ولا كده. فانا طبعا سعيد جدا بانه احنا وي ار جويند باي المجموعه بتاعت البيانات، وهي مجموعه فيها كميه منصه علم البيانات من الزملاء والزميلات من سكول اوف ماث جامعه الخرطوم وكل الجامعات الثانيه المختلفه. فسعيد بهم جدا، نشكر الاخوه ناس محمد نور وغيرهم. حدي بس هعمل شير سكرين لموضوع الويب سايت بتاع الباحثين السودانيين نفسه اللي هو مسؤول منه تامر، يعني باشمهندس تامر هو مسؤول من موقع الباحثين السودانيين وبيطور فيه بصوره كويسه جدا. هتلقوا انه في اللينكات بتاعت الموقع منو نحن منو بنعمل شنو الباحثين السودانيين عامه وكل البرامج والانشطه والسيمينارات وغيره، هنا بتلقوا في لينك بتاع الاس ار اف داتا سيتس ده خاص بالمشروع، وكذلك اللينك الختاوي اللي هو بما يخص الداتا سيت والبنش ماركس ده جروب الناس ان شاء الله هنحط الرابط بتاعه على اساس انه ينضموا له الناس الراغبين والراغبات في انه يكونوا جزء من المشروع ده. المشروع ده اخواننا مهم مهم لنا كلنا كمجتمع سوداني. واذكر انه اخواننا قريبات دي طلع كتاب اللي هو من اليكس بنتلاند، بروفيسور اليكس بنتلاند، اللي هو اسمه بيلدينج ذا نيو ايكونومي داتا از ا كابيتال، يعني الداتا الليله هي الكابيتال الجديد للايكونومي. فنفتح المجال الان لاي مداخلات من الزملاء والزميلات الموجودين داخل زوم او الناس الموجودين في مجموعه الباحثين السودانيين. الستريم البتاع ده طبعا معمول له ستريم، نرجو بس من الاخوه والاخوات انهم يقدموا نفسهم، والواحد يعرف نفسه وبعد كده يقدم المداخله بتاعته ولا السؤال ولا الاستفسار. صالح صالح
طيب ممكن الناس تستخدم الخاصية بتاعت الفعاليات في زوم؟ ممكن الواحد يرفع يده ويقدم. اتفضل باشمهندس احمد داود، حصل الله عزاكم يا اخي، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الكهرباء قاطعة للأسف، فما عاد زر عدم فتح الكاميرا. الحمد لله وشكرا لله على كل حال، يعطيك العمر وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيلا بالموضوع، بالنسبة للديتا بالذات أنا والله يعني مرت علي تجارب بتاعت النظام الصحي وكل الأنظمة، بلقى إنه الداتا سيت في السودان مختفية تماما. فحتى أنا واحد من الناس اللي عارف في بروجكت كنا شغالين على موضوع الداتا بيز أو السودان ديجيتال بيز ماب، والفكرة الأساسية الكونسيبت بتاعه شكل الفريم الناشونال جيو سبيشال فريم تكون فيه الداتا المرجعية المكانية لكل السودان. فأنا بشوف إنه إحنا عندنا مشكلة بتاعت عدم إرادة بتاعت القيادة في الدولة. يعني إحنا عندنا مبادرات كثير جدا تم القيام بها لتفعيل المشاريع، لكن عشان كده بقول السير بات أو زي السودانيس ستيشن فاونديشن بتكون دائما جهة لأنها مرنة، ما عندها أي تعقيدات بتاعت إجراءات أو كذا. ف بدون دائما المشاريع الكبيره زي دي بتنجح فيها لانه الاودود بتاعها بيظهر طوالي فعلي. فانا ما عندي كان اي سؤال، بس عندي انه بس بشيد انه المشروع ده مهم شديد، وانا واحد من الناس ان شاء الله هدعم دعم كبير جدا ان شاء الله بكل الداتا اللي عندي في السودان، ومش الداتا بس، لا الفريم ويرك، الاليات بتاعت جمع الداتا، حتى الاتيام، حتى ممكن اتبرع بعمل محاضراتنا داخليه ورش تكون لوكال في السودان او ثرو زوم او كذا، عشان بعض ممكن نستفيد برضه من السودان، ممكن نستفيد من الريسيرش بكل انواع نقدر نستفيد. وبحب اشكر باشمهندس تامر لانه بجد مبادره كبيره اكبر من يعني كبير جدا من السودان فيها مثل حوجي لها. شكرا لكم. تامر دار تعلق؟ شكرا شكرا لك على البركه فيكم. فعلا الحاجه هي كبيره تقريبا، ويعني محتاجين معاونه كل الناس، يعني ما ممكن تعمل مشروع كبير زي ده لوحدك يعني. ففعلا مساعدتكم ومساعده كل الناس المتخصصين الموجودين يعني والمهتمين بالحاجه دي مهمه جدا يعني. شكرا لك. شكرا جزيلا. طبعا يا اخواننا في ناس يعني انا شخصيا الدكتوره بتاعتي في العنوان بتاعي اسمها Data Privacy Preserving Data Publishing and Data Mining. ففي ناس طوال بيجوا concern يقول لك يا أخي البيانات وخصوصية. يا أخوانا كل الحياة دي إن شاء الله هتكون into consideration. أهم شيء البيانات زاد هسي في عظمة، يعني عشان برضو ما نقوم ننط نتكلم في حاجات لاحقة للموضوع الأساسي بتاعنا الداتا. هسي متأكد كل زول اللابتوب بتاعه بيكون مليان داتا سيتس ولا داتا ولا حاجة، مهم حاجة استخدمها قبل كده في research ولا غيره. فsharing is caring. إبراهيم تفضل، يا ريت تعرف نفسك تفضل. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله، تفضل. إبراهيم موسى من كوريا الجنوبية. دكتور إبراهيم حبيبنا والله. شكرا شكرا جزيلا والله. موضوع جميل جدا. طبعا عندنا هنا الصباح بدري خالص، يعني الساعة 4 صباحا بعد الصبح مباشرة. الموضوع جميل جدا وشيق، و زي ما ذكر دكتور انور. دكتور ابراهيم طبعا من الكو فاوندرز لمجموعه الباحثين السودانيين، تفضل. زي ما ذكر دكتور انور دي السنه 13 وبدت المبادره دي، يعني دي حاجه كويسه شديد يعني. ونشكر برضو الباشمهندس او الدكتور قريبا ان شاء الله تامر. المبادره جميله جدا و حلوه، لكن برضو يعني مفروض ما نخط الاوبستكلز. يعني مثلا المواقع اللي هو ذكرها جبال، انا ما حضرت طبعا من البدايه، لكن الامثله اللي هو ذكرها مثلا زي ال NIH والحتات دي، اصلا الدول الكبيره دي لانك من شروط البحث العلمي، لانه الدوله بتدعم البحث العلمي، بالتالي بتجبرك انك انت تبوت الداتا اوتسايد، يعني انت obligated، ما بس يعني تبرع منك يعني. دي واحدة من الحاجات، عشان كده يعني أنا شايف عشان المبادرة تستمر نحن نبدأ بحاجات بسيطة، يعني ما نطلب من الناس بتعقيد كبير، تبقى بحاجات بسيطة والزول يكون بيملك الحقوق فيها عشان ينشرها، ما بس تكون
زي ما بيقولوا في بحثك وكده، لانه في حاجات في بحثك وكده دي ممكن تكون فيها تعقيدات اخرى يعني اللي بتنشرها هنا برضو. مثلا المثال بتاع كاجل، الحتات الثانيه دي الناس بتعمل انسنتيف، يعني انت مثلا لما تقول لي خد الداتا بتاعتك هنا ليه، يعني دي برضه مفروض to be considered يعني. فالمبادرة جميلة جدا وشكرا لكم، بس لأنه الزول طبعا ما مجمع كده فجأة كده، بس ضمن لجين لكن الموضوع طبعا مهم شديد، ونتمنى يشوف النور، ودي الحاجات اللي بتودينا قدام يعني. شكرا جزيلا، ما عاد استرسل في الكلام كثير. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم موسى. دكتور إبراهيم طبعا أخانا الريسيرشر يعني من الطراز الأول، وبيشتغل في اكتشاف الادويه الجديده اللي هو عبر البيانات مشين ليرنينج وغيره. محمد ابراهيم حموده تفضل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، كيف يا دكتور انور؟ يا اهلا ومرحبتين. طبعا انا معاك في سودانيز اونلاين، متابعك من بدري، جزاك الله خير، يعني راجل معطاء وبتقدم الكثير، وزي ما بقولوا انت خدت المثل بتاع توقيت شمعة في الظلام دي، يعني كتر خيرك يعني بالبحث. وبرضه نشكر الباشمهندس تامر، وان شاء الله المبادرة اكيد بتكون كويسه، لكن احنا صراحه بنفتقد طبعا عندنا جهود بتاع في الاكاديمي، سكول اكاديمي ده تقريبا من 2016، ده اللي ضفناك فيه وكتر خيرك وقبلت هذا التنمر، وعملنا برامج كثيره، وتقريبا في سنتين الاخيرات عندنا مجموعه من البرامج. انا الان معلش استرسلت في على اساس حته بتاعت اللي هو حته توحيد الجهود والاعلام، يعني نحن مثلا بنفتقد الان زي ما اليوم انا كان الاخ فتحي بحيري كان دخلنا منصه الرياضيات، وفي ناس كان في الرياضيات بيسالوا الفائده شنو في الرياضيات. القصد دكتور أنور، المبادرات دي يا ريت إما ما أعرف كيف إن إحنا نقدر نوحد الجهود وتكون فيها جانب بتاع وعي كبير على مستوى السودان كله، على مستوى الجامعات، على مستوى زي تبقى هلال مريخ يعني في كل السودان يعني. إعلاميا كنت قابلت بعض الصحفيين بعض اللي قالوا طلبوا سيناريو ممكن على أساس يعرضوه كبرنامج مستمر في التلفزيون أو في أي حاجة مثلا تقدر تكون تجمع أكبر عدد، وأكيد نحن ما ملمين بالباحثين في السودان ككل، ويعني أنتوا جهودكم ممكن متقطع. أنا مرة بسمع منك، بسمع من الأخ أحمد داود، وأكيد يعني الفكرة أنتوا ما تكون بس محصورة بمن سمع، يعني حتى الإعلام يكون والتوثيق يكون يعني متلازم في كل جهودنا. وكتر خيرك يعني زي ما بقولوا من اللي معانا في منصة البيانات برضو، ونحن معاكم في كل شيء إن شاء الله، وأكيد حنستفيد منكم كثير إن شاء الله وللسودان إن شاء الله. شكرا. أكيد طبعا، شكرا جزيلا لك، ألماتك في المايكك. نحن طبعا بنرحب جدا بأي جهود تكون يعني تعاونية والناس تتعاون مع بعض وتعمل الشغل مع بعض، أصلا ما في كلام. نحن أعتقد ممكن نبني على الجهود، لو في أي existing يعني efforts من جانب كنتو كان موجودة لإنشاء مستودع موجود، وطبعا بكل أسف حتى المستودعات بالمناسبة الموجودة بتاعت البحوث المنشورة تابع جامعة الخرطوم، قبل يومين في زول في الباحثين السودانيين سأل من المستودع، فرد زول تاني قال المستودع واقف، يعني حاجة أونلاين واقفة. ففي مشكلة بتاعت continuity وsustainability في كل المبادرات اللي بتحصل. إحنا طبعاً يعني لقلي إنه الجروب بتاع الفيسبوك حاجة مستمرة وما محتاجة يعني زي ما نقوله شنو يا هو غير المودريشن وكده، ما قاعدين ندفع فيها قروش ولا بالمؤجرين زول عشان إنه يدير القصة ولا كده، فمحتاجين إنه نبني. فعشان نبني لازم نعرف نبني على الجهود السابقة، ده نعرف هل عندكم اي جهود، هل حصل، هل في داتا سيت واحده ممكن نبدا بها هسه موجوده عندكم ممكن الناس يعني تبدا بها؟ للاسف نحن تجربتنا يعني ما اقول لك الفشل فيها، نحن كنا لانه اعتمدنا على واحده وتقريبا مشت نيوزيلندا، ما عارف اسمها بيان ولا اسمها، كان الكلام ده تقريبا من 2017، وقامت على اساس تعمل لنا محتوى ذات محتوى،
وكله في مجموعة كبيرة يعني. بعد ذلك فقدنا الصيغة، صيغة مجموعة من الباحثين، لأنه نحن كنا أعطينا ممكن دي برضو نحن في في جهود التعلم من التجارب بتاعتنا ممكن نمدكم، لكن صراحة ما عندنا محتوى ولا حاجة واحدة يعني. لكن دي الحاجة ممكن نستفيد منها على أساس كيف نقدر نديره. وكنا اجتهدنا مع على أساس تكلمنا مع جامعة تمدرمان الإسلامية، جامعة السودان الآن مثلا في البحوث في جامعة تمدرمان الإسلامية مفتوحة، جامعة السودان عندهم المحتوى بتاعهم تقريبا مشفر اللي تطلب وتدخل اليوزر اي دي. وجامعة الخرطوم عندهم مشكلة، جامعة الخرطوم حتى دكتور في الموقع بتاعهم للأسف عندنا زميلنا في كندا لما نحاول يتواصلوا بالموقع قبل فترة كان ظهر فيه مخترق، لقوه مخترق يعني، فيه أفلام سيئة كان فيه للأسف يعني، الكلام ده قبل كم سنة يعني. يعني ما في الاهتمام الكامل للموقع، ودي حتى للرانك للجامعات مفترض يكون شنو في اهتمام يعني، اهتمام للأسف ما عندنا، لكن نستفيد من تجاربكم نحن إن شاء الله. وطبعا بكل اسف يعني، يعني الادارات بتاعت الجامعات دي ما يعني ما في مدير بتاع جامعه مثلا بتلقاه في الثلاثينات ولا الاربعينات ولا كده يعني، ما بيتعاملوا ذات الجامعه دي بيتعاملوا معاك كبزنس موديل، حاجه المفروض انها تحمي نفسها وتكون موجوده وكده. النمط بتاع الاداره بتاع الجامعات والفيجن بتاعتهم لسه النمط القديم، فبالتالي they cannot think of the data دي ككابيتال، كحاجه اساسيه موجوده. لكن عشان ما نمشي نحن في قصتين يعني نكون زعلانين من الناس المفروض نزعل منهم طوالي اي انستتيوشن، خلونا نمشي في الموديل الثاني بتاع البوتوم اب ابروتش، لانه نحن مع بعض كده ده اي زول يعني وي ريتش اوت للكوميونتي، اي زول عنده بحث عمله، ما نحن هسه في الباحثين السودانيين لو وريتكم البيندينج بوست الناس الدايرين ينشروا في الباحثين السودانيين البوستات المعلقه فيها يمكن زي 12 و13 سيرفي، واحد ما عارف بتاع شنو واحد بتاع شنو، ما في شورتج في انه والله الناس to respond للسيرفيز دي. في شورتج انه بعد ما طلعت الداتا بتاعتي وعملت لها كلينزنج وبري بروسيس واي حاجه انه اجي اخليها افيلبل لباقي الناس. دي المشكله الكبيره الواقعين فيها نحن. وبنكون محتاجين طبعا انه يكون في ايثيكال بورد يعني ابروفل من بعض من الناس هنا ده، اعتقد انه القصه دي ممكن يحصل لها كونسل بصوره كامله من الناس الموجودين هنا. شايف صالح محمد برضو يعني انا حابب بس اعلق قبل ما نهاية على بعض التعليقات يعني كده الكومنتات من الساده الكرام. بالنسبه للبيانات بحد ذاتها حيكون في ريفيو طبعا في بانل، وبيكون في ناس يعني يكونوا ريفيو للبيانات بحيث انه ما تسبب اي مشاكل يعني، فدي جزئيه. جزئيه ثانيه انه معظم المستودعات اللي هو مثلا اذا كان ليها جامعه السودان او مكان ثاني هم بيهتموا بانه ينشروا البحوث بتاعتهم اكثر مما البيانات اللي هم استخدموها في البحوث بحد ذاتها ما موجوده، الحاجه ما موجوده. معظم الجروبات اللي احنا برضو عندنا كان ده نقاش بينه وبين الدكتور انور انه هم بيتكلموا عن الاستدي وكيف الامبلمنتيشن بتاعت الدراسات بحد نفسها، لكن البيانات مجموعات البيانات اللي هي اصلا مفترض تكون اللي هي بتكون القاعدة اللي انت بتقوم بها عشان تحل المشكلة اللي انت بدأت بها البحث غير موجودة. فكل الجروبات بتتحصر على انه والله بيق والبحث عن المشكلة، لكن اين هي مجموعات البيانات والبيانات المستعدة؟ فدي هي اللي نحن الحتة اللي نحن داخلين بها، وده كان النقاش في الحتة دي يعني. اتمنى انه اكون وضحت الجزئية دي يعني. طيب باشمهندس تامر، هل الجروب ده ممكن الناس دي كان جوين الجروب بتاع اس ار اف تيتا؟ اي ممكن طبعا ممكن. طيب انا حاخده هنا ده ممكن لكن جوين لكن حاخده في الشات هنا ده للناس الموجودين داخل السيشن دي في زوم، وكذلك حاخده ككومنت في اللايف في الباحثين السودانيين على اساس انه برضو اي زول انترستد في انه يكون جزء من الموضوع ده. يا اخوانا الجروبات دي ما جروبات عشان الناس تكون فيها بزي ما بيقولوا اساميها معلقه، في قصه كده طبعا معروفه جدا بتاعت اللي يقول لك الباركينج يور نيك نيم. الجروبات دي للناس اللي دار يشتغلوا في الموضوع في البروجكت، فلو دخلت رجاء يا اما تكون مساهم يا اما مثلا بعد فتره بيحصل ريفيو لاي زول ما مساهم بيطلعوه برا الجروب، لانه يعني كل الناس ما اسمه شنو ده ما اكتف، معظم الناس ما اكتف، احنا دايرين الناس الاكتف على اساس انه
نقدر نخد بلوكة في الموضوع اللي قدام. طيب الناس الموجودين هنا اخواننا يا ريت استخدموا خاصية رفع اليد في زوم، يعني raise hand، على اساس انه يعني نسمع من كل الناس، نسمع منكم كلكم. انا متاكد الناس هسه يكون في راسها في كلام كثير وفي اكسبيرينسز كثيره وكده، خلونا من التروما بتاعت الباست، يعني احنا من الليله دي واللي قدام ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه جدا جدا. ايوه، ولو في اي سؤال او في اي استفسار الايميل موجود بتاع الباحثين السودانيين اللي هو المين اللي كل الناس بتكون عارفاه، بس اعمل السبجكت سيرف اي داتا سيت، او ممكن ترسله للجروب ايميل، او ممكن ترسله حتى لو انت ايميل بتاعي او ايميل المشرفين الموجودين في الجروب، دكتور انور الى اخره. احمد تفضل. ايوه السلام عليكم. انا عندي استفسار بس درجه للبشمهندس تامر ودكتور انور. طبعا في السودان اخر تعداد او اخر بيانات حق يعني في الارض الواقع تم مسح لها كانت 2008، تعداد السكان 2008، والباقي الارقام الظاهره دي عباره عن بيضربوا فاكتور وبيجيبوا النسب بتاعت التعداد السكاني او كان التعداد الصناعي وات ايفر يعني كان الحاصل. فبس درجه اهم صيغه الفاكتور بالضرب ده كديتا في كزول بزول من الديتا ساينس، هل بيكون معتمدة ولا لا؟ إلا يكون في سيرفي على أرض الواقع أو سيرفي ناس تزالوا، ولا يكون في كولكشن فيلد؟ ده بس بالنسبة للريبوزيتوري أنا بزال أفضل ديتا شنو؟ سؤال واضح ولا سؤال كان داعي؟ أنت بتكلم عن البيانات بحد ذاتها إنه منصوب أي ما أيوة. أو منصوبيات ال طبعا أنا ما شفت البيانات شنو، لكن أنا عارف إنه فعلا على سي بي اس واجد من 2000 وأنا ما بتأكد كم سنة يعني، لكن معظم البيانات حتى الموجودة أنا ذكرتها لو كنت شفت البرزنتيشن تكلمنا عن الحاجرين، ومعظم البيانات هي من 2009 أو 2006 في بعض المنظمات الدولية اللي هي بتكون متاحة معظمها من سي بي اس أو ناس الإحصاء، اللي جزء منها التعداد السكاني إلى آخره. الموقع واقف، فما في طريقة إنه الواحد يقدر تو فيريفاي يعني الإنفورميشن يعني معظمها أوت ديتد، يعني معظم المعلومات هي أوت ديتد. ف يعني عشان تتأكد معلومات فهيز كان بي ديفيكولت، يو هاف تو كونتاكت الشخص السورس عشان تعرف هو هتحصل على المعلومات دي كيف او الى اخره، والميثود اللي هم اتبعوها يعني للتحصل على المعلومات وموثوقيتها. ايوه يلا، احنا انا طبعا متواصل معاهم. فالديتا عندهم الان ديتا اللي 20 مثلا 21، لكن الديتا دي عباره عن مضروبه فاكتور، يعني ما كانت كولكشن فيلد. فهمتني يا دكتور تامر؟ الديتا عباره عن مضروبه فاكتور، يعني مثلا كانت نسبه، مثلا نفرض نسبه السرع الحيواني مثلا كمثال، يعني كمثال مثلا كانت 70,000 راس، 70 مليون الف راس، بيقولوا كل سنه بتزيد نسبه كذا، فحاسس بيكون ضربه فاكتور في اخر تعداد لهم فبيدوك النسبه الموجوده. انا يلا الديتا دي قصدي، هل يعني انت عند يعني الموثوقيه بتاعتها كيف؟ انا ده سؤالي. هل في جزء طبعا انا انه يعني ده الموضوع الان الموضوع ريبوزيتوري بتاع الداتا، الحين بس ده سؤال بس يعني في راسي لانه كنت استفسر عن الداتا. فهمتك. في طبعا فاينانشال مودلز، يعني في موديلات اقتصاديه بيقدروا الناس يعني معروفه بتكون للناس الاقتصاديين كما التخصص بتاعي، بيستخدموا فيها الجوريزمات او موديلات معينه اقتصاديه عشان يقدروا يعملوا تنبؤات بانه والله اذا كان التعداد السكاني الليله 2000 بكره حيكون يعني 2500، وبيكون طبعا فيها نسبه بتاعت ايرور، يعني نسبه بتاعت خطا فيها يعني في الموديلات دي، يعني على حسب الموديل اللي هم مستخدمينه عشان يتنبؤوا بالتعداد السكاني من منطقه لمنطقه. ممكن الواحد لو تحصل عليه ممكن يعرف نسبه الخطا فيه كم ويقيسه ويجرب فيه ويحللها هي كمشكله بحد ذاتها، يعني هل فعلا الرقم لما هم عملوا التعداد السكاني في 2008 و2009 بالصورة الرسمية والفرق بينه وبين استخدام الموديل اللي هم مستخدمينه بعد 2009 مثلا، لو حصل بيانات من 2009 يعني انا ممكن اقيس 2008 2009
اشوف البيانات اللي هي متحصل عليها بالصوره الرسميه، اذا كان سيرفيرز بيمشوا هناك وبيشوفوا الاسامي والحاجات زي دي في المنطقه، واشوف الموديل اللي طبقه في السنه دي ذاتها، يعني كمثال 2008 ل 2009، واقيس نسبه الخطا كم، يعني من 2008 ل 2009، يعني بعد ذاك اشوف هل الموديل ده فعلا يعني مناسب او موثوق او في الاخير. يعني انت معي؟ هل الحاجه دي اتمنى انه تجاوب على سؤالك يعني. نعم، طيب استاذ محمد فضل، مرحبا بك، تفضل. ممكن ورحمه الله وبركاته، مساء الخير للجميع. حقيقه يعني اشتقنا لبرامجكم وفعالياتكم المثمره جدا. انا محمد فضل محمد، مدير تدريب بمؤسسه في دبي، ويمكن بالصدفه يعني من خلال جروب المدربين السودانيين معنا باشمهندس خالد ادريس، وهو متخصص في مجال يعني الحكومه الرقميه، وعنده اسهامات كثيره جدا، وشخص هميم جدا جدا يعني، وصلتني الدعوه، واظن هو موجود بيناتنا الان، هو باشمهندس خالد ادريس، وعلى فكره من المؤسسين الهامين جدا جدا او كان مهمين جدا جدا في بلديه دبي، وشخص عنده مساهمات كبيره جدا جدا. وانا حقيقه سبب المداخله انه حقيقه يعني ذكرت انه الناس تبدا بالرجوع لبعض المساهمات الموجوده عشان ما تبدا من نقطه الصفر يعني. فانا من خلال يمكن عملنا في مجال التدريب قد يكون عندي معرفه ويعني تواصل مع عدد كبير جدا من السودانيين يعني في مختلف الدول، سواء كان يعني على مختلف الدول داخليا هنا في الامارات او في السودان، ويمكن برضو تعاملت مع عدد كبير من او ما لا يقل عن 5 إلى 6 مدربين متخصصين في مجال المكتبات الالكترونيه، وهم اسهموا في انشاء المكتبات الالكترونيه في مجموعه من الجامعات السودانيه وحتى خارج السودان. فعلى استعداد يعني ان شاء الله أقدم كل ما يمكن من معلومات للتواصل مع الناس اللي عندهم مساهمات جد كبيرة جدا في هذا المجال، وحبابكم ألف إن شاء الله وبالتوفيق. كتر خيرك يا أستاذ محمد فضل. إحنا طبعا رسلنا هنا في الجروب اللي هو الرابط بتاع الجروب الفرعي المخصوص للديتا والبنش ماركس كده، فرجاء ممكن الناس تدخل هناك على أساس إنه تسوي. يا اخوانا الناس سبيك اب يور مايند، الناس الموجودين معانا هنا ده ما شاء الله شايف في عدد من الدكاتره والاساتذه والبتاع، لكن اعتقد واحده من الحاجات بتاعتنا اللي هو الباسيفنس، الناس بتكون باسيف يعني قاعده بتسمع في كلامك بس، مع انه كلامك انت بتكون بس يعني انت انيشيتد القصه، زي باشمهندس تامر الان هو انيشيتد الموضوع ده، عمل الانيشيتيف، ودي اصعب حاجه في القصه، باقي كده المفروض احنا اللي نسمعه يعني. فرجاء كل الناس تقدم يعني تعمل على الاقل سبورت للمورال سبورت للمبادرة دي، وتورينا والله اخي هنشتغل وحنساهم وكده. فانا اي دونت وانت تو كول نيمز، لكن يا ريت الناس تفتح المايك وتعمل تقدم مداخله. باشمهندس خالد ادريس تفضل. طيب يا شباب، أسوأ حاجه طبعا السايلنس، ولا بيجيب اوكردنس في الاونلاين. فبما انه الناس ما عندها يعني مداخلات ولا حاجه، والموضوع صراحه فيري اكسايتنج، يعني احنا بنتكلم الان في وقت بتاع نولج ايكونومي ونيو ايكونومي بيز على الداتا كابيتال وكده، فلو ما في اي مداخلات ولا اسئله ولا كده، عشان الموضوع برضه يبقى قابل لانه الناس تسمعه لاحقا في فيسبوك ولا في اليوتيوب، فهنقوم نختتم السيشن. تامر لو عندك اي concluding remarks. اوكي، شكرا، شكرا لك، وشكرا لكل الاساتذه والدكاتره، واتمنى انه يعني يساعدونا في المشروع ويساهموا فيه، ولو في اي ملاحظات او اي اسئله انا متاح على اللينكدين وعلى الايميل بتاع الجروب او الايميل بتاع مبادرة الباحثين السودانيين الرئيسي، الايميل بتاعهم الرئيسي. You guys welcome انكم تعادوا من تويتر، لينكدين،
يا ريت تعمل شير بس اعمل شير ثاني بس السلايد اللي فيها اعمل شير ثاني له معلومات، ولو في اي حاجه يعني بليز يعني don't hesitate to يعني ask me on any question. اعمل شير ثاني. استاذ محمد تفضل، انت فاتح المايك. يس نعم، بس كنت عايز استاذ زمك انه يعني تقديم حوالي ظاهر باشمهندس تقريبا خالد ادريس ممكن يتواصل معنا في المداخله الان. ايوه نعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا اخوانا، دكتور انور كيف اخبارك؟ الله يديك الصحه والعافيه يا حبيبنا يا اخي، ان شاء الله طيب. الله يكرمك يا رب. معلش كنت تعبان شويه، انا عندي بدايات كذا حمى وكذا، فكنت تقيل شويه، بس انا متابع والله ما شاء الله. السيشن مهم جدا والفرصه مهمه جدا، بقدر ما انه دار في ذهني لما نجمع الداتا دي حتكون الريفرنس بعدين لشنو، هل حتكون معتمده لما نستفيد منها اي باحث فيما بعد؟ ده بس اللي كان بيدور في راسي. اي لا ممكن اعمل لها سايتيشن. احنا بالمناسبه أيوة. عندنا اكاونت في واحد من الحتات بتاعت الببلشنج اسمها جيت شير ولا حاجه زي دي، وده ده الاكاونت اللي بيعمل بيه ببلشنج. يعني مثلا احنا عملنا المرشد الى المنح الدراسيه، وعملنا المرشد لطلاب البكالوريوس والدكتوراه والدراسات العليا في السودان، وعملنا للسوار السودانيين. كل الملفات البي دي اف دي عندها ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير دي او اي، وعندها يعني سايتيشن ممكن يتعمل لها، كلها موجوده في موقع تابع للباحثين السودانيين. فبعدين الداتا سيت دي ممكن بنعمل فيها برضو قصه بتاعت ريفرنسنج وسايتيشن كده. ايوه جميل جميل، معلومات زي للبوست للببلشنج برضو للداتا سيت، يعني داتا سيت يعني لازم توضح من وين انت جبتها، السورس، الحاجات زي دي يعني لما تيجي تعمل لها ببلش، والبيبرز اللي انت استخدمتها والبحث الى اخره، فالحاجات دي موجوده في الببلشنج انستركشن. لا جميل 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 والله، لا فكره طيبه جدا على فكره، لانه الداتا تعتبر او البيانات اللي بتجمعوا فيها دي هي جذر اساس اي معالجة. ففعلا أمر مهم جدا يعني، وإحنا بنتأسف. أنا متابع مع بعض الإخوة من السودان وكده بيشتكوا من حتة بتاعت عدم وجود بيج داتا كفاية عندنا، وفي الأوبن داتا ما بيسمحوا للناس التانيين والباحثين في نوع من يعني البخل المعرفة في هذا المجال يعني. فإن شاء الله تكونوا بإذن الله ربنا وفقكم يا أخي. والدكتور بارك الله فيه من أمريكا، في وجودكم يا أنور بارك الله فيكم، إن شاء الله جاهزين إحنا كمان يا أخي. الله يديك العافية، طبعا مساهمتكم هاي في الموضوع ده هتكون يعني زي يقول كورنر ستون لنجاح إن شاء الله بإذن الله. هلا دكتور أنور. طيب احنا طبعا برضو عندنا تقرير عن حالة البحث العلمي في السودان اللي هو الريسيرش ستاتس لحد سنه 2020، يعني ده واحد من مشاريع الباحثين السودانيين، وان شاء الله حيكون يعني في شنو ده حيكون شير اسي، بس بيحصل في مراجعه نهائيه للغه الانجليزيه، لانه الرساله الريبورت هيطلع باثنين بلغه عربيه وانجليزي، فحيكون برضو ان شاء الله مشير هنا. دي اسي من الحاجات اللي دليل المنح الدراسيه ده طلع اوريدي، وده بري برنتسي في بتاع الريسيرش ستاتس السودان، وفي عدد كبير جدا من الحاجات اللي طلعت 8 ايتمز ديل اوريدي تم نشرهم عبر الفيك شير اللي هو الفيك شير الموقع بتاع الببلشنج بتاعنا اللي بيستخدمه لكل الحاجه. فشكرا جزيلا لكم يا اخواننا، رجاء الناس اللي عندهم انترست انهم يكونوا جزء من المبادره دي ويعملوا لها سبورت باي طريقه من الطرق. الجروب بتاع الفيسبوك هننشره مره ثانيه على اساس انه لو في زول ما سمع قبل كده يسمع السيدي، اللي هو اسمه SRF Data، اللي هو هنخده هنا ده في الشات، وكذلك هنخده مرة تانية في اللايف في الفيسبوك، مرة تانية في
رجاء انضموا له، وان شاء الله الناس يتناقش من هناك وتشوف شنو البيست براكتسز. كويس انه احنا بادين في 2022، فبالتالي هنبدا زي يقولوا بالليتست بالبيست براكتسز والليسون ليرن من الريبوستريز وغيره. ونحن سعيدين جدا طبعا انه قياده المشروع ده من واحد من الاكسبرتس، مش اكسبرت بس في الداتا ساينس، وانما في السايبر سكيورتي برضه، فبالتالي الحياه حتكون سكيور باذن الله. وسعيد جدا بانه طبعا دكتور ابراهيم موسى موجود برضه، حيكون يعني واحد من الاساسيين في البروجكت. يا اخواننا ما في زول بحق ظهرنا ده غير يدينا دي، فاخر نبدا نشتغل مع بعض ونتعاون نعمل لنا طوبه طوبتين، يجوا كمان الاجيال اللي بعدنا يخطوا فوق طوب لقدام، وكل الهدف بتاعنا هو خدمه المجتمع السوداني وخدمه وطننا الحبيب ان شاء الله، ربنا يصلح الحال. فنشكركم جزيلا على وجودكم الليله في الجلسه دي، وان شاء الله نواصل وكل فتره نعمل فولو اب عن الحاصل. شكرا جزيلا على المبادره باشمهندس تامر، سون تو بي بي اتش دي ان شاء الله، وكل الشباب الموجودين كتر خيركم جميعا، وان شاء الله نلتقي في جلسه جديده من جلسات مجموعه الباحثين السودانيين. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك.